صباح الفل والجمال على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا دلوقتي على راديو كامل. هكون معاكم كل يوم زي ما عودتكم دايما لبنى فوزي عشان نتجنن مع بعض بطريقة مختلفة. نسمع مع بعض فيروز ونرجع تاني عشان اقول لكم هنتجنن ازاي. ينطلق صوت لبنى فوزي الاذاعي ولكن ليس على الاثير المعتاد، فهي هنا تسجل برنامجا لن يسمعه الا مجموعة منتقاة من الناس، وهم من ينزلون تحت الارض لركوب مترو الانفاق. فإذاعة راديو كامت لا تبث إلا على أرصفة محطات المترو، حيث ينتظر الركاب لدقائق معدودة يركبون بعدها القطارات إلى وجهاتهم المختلفة. ولذلك هناك وقت محدود جدا أمام هذه المذيعة للتأثير على المستمعين. أنت في أي محطة بتسمعها أنت بتختار أنك تسمعها، وأنت في العربية وأنت في التاكسي، إنما أنت أول ما بتدخل المترو هتسمعني، فازاي اشد ودنك بقى، ازاي اشدك بطريقه حلوه ان انت تسمعني وانك ما تزهقش مني. فده تشالنج كبير جدا بالنسبه لي. كامت هي كلمه فرعونيه معناها الارض السوداء، في رمزيه الى خصوبه اراضي وادي النيل. اخبرتنا بذلك دعاء حلمي، وهي مذيعه الى جانب قيامها بمهام المتحدث الاعلامي لراديو كامت. نعتمد اعتماد كلي وجزئي على المعلومه، وده اعتقد ان هو مفتقرينه شويه او مفتقدينه شويه في المحطات الاذاعيه التقليديه. ان انت تكثف المعلومه بتاعتك بشكل شيق وبلهجه عاميه وبشكل يجيب ودن المستمع. هم مجموعه من زملاء الدراسه يتشاركون في الفكره، وحتى هذه اللحظه لم يتناقشوا في الاجور او الربح، ويرفضون اي عروض رعايه طالما ستتدخل في المحتوى. حد مثلا يقول لي انا مذيع وعايز اشتغل في الراديو، اقول له عندك حاجه تقولها للناس؟ انا مش عايز واحد صوته حلو وخلاص، لو عندك حاجه تقولها للناس اهلا وسهلا اتفضل، ما عندكش انا ما عنديش مجال للسرسره. توبة 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 ان كنت احبك تاني توبة. من مميزات المترو ان ما لا يقل عن 3 ملايين من المصريين يتواجدون على ارصفه المحطات بصوره يوميه، ولكن مدة التقاطر تتراوح ما بين 3 و6 دقائق. فهل نجحت كامت في الوصول لمستمعيها؟ أنا غالبا بسمعها وأنا رايح وأنا جاي، وهي بصراحة حقيقة بتفكرني بإذاعة الشرق الأوسط زمان، أيام الزمن الجميل. الزحمة بتلهي أي واحد إن هو يفكر في أي حاجة إذاعة، يعني ما تمشيش الإذاعة مع كمية الزحمة اللي موجودة في المترو. الخطة المستقبلية لراديو كامت تشمل البث داخل عربات المترو حتى يكمل المستمع البرنامج أو الأغنية التي تركها على الرصيف، وهذا قد يكون مناسبا للبعض وغير مناسب لآخرين. هو كويس كده، لكن في العربية كمان مش مفيش، هيبقى وش الركاب مع وش الراديو مش هيعمل أي حاجة. ما تخليش يعني الناس تحس بزهق السفر او حاجه زي كده، مثلا طالب طالع من كليته ركب المترو ونزل، فبيبقى طبعا في نوع من الارهاق طول النهار في الكليه، فيعني بتروق عليه شويه بمعنى صح يعني. راديو كامت بدأ البث يوم 6 أكتوبر داخل محطات المترو، حيث تطلب الأمر بعض الوقت لتلقي ردود الفعل وتقييم بعض العوامل المؤثرة على البث. كانت في أول تشغيل التجريب لمدة 4 أيام الأولين أو 5 أيام الأولين، كان في برضو الصوت كان بيبقى عالي، كان بعض الركاب بيشتكوا، لغاية ما وصلنا للصوت اللي بيها يتناسب مع حركة الركاب. صوت دخول القطارات يغطي على صوت السماعات الداخلية، وربما يتمكن القائمون على الإذاعة من التغلب على هذه المشكلة إذا تم لهم ما يريدون بتوصيل سماعات داخل القطارات أو نشر تطبيق للاستماع للإذاعة عبر الهواتف المحمولة كما يخططون مستقبلا. تامر نصرت، العربية، القاهرة.